زالت بعض الوزارات تشهد حفل تسليم وتسلم مهام بين الوزراء السابقين والجدد في بعض الوزارات. مدينة أبشة تشهد انطلاق القافلة الطبية التي نظمت من قبل مؤسسة القلب الكبير بحضور ممثلة المؤسسة القلب الكبير بمدينة أبشة. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يطلق أول ملتقى إعلامي للصحفيين الناطقين باللغة العربية. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الجهادية ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. جرى مساء أمس بمقر وزارة البيئة والصيد حفل تسليم وتسلم مهام بين الوزير السابق أحمد أنبدو محمد والجديد صديق حجار بحضور الأمين العام للحكومة. تقرير عبد الله هارون برمحة. بعد إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بدمج وزارة البيئة والصيد إلى وزارة المياه، جاء الاحتفال الرسمي للتسليم وتسلم بين الوزير السابق والوزير الجديد. لدى كلمته الوزير السابق أحمد أنبدو محمد شكر رئيس الجمهورية والعاملين داخل الوزارة طوال هذه المدة التي قضاها على رأس وزارة البيئة والصيد، طالبا منهم السير في المنهج القائم لتحقيق البرامج والأهداف المرسومة. أما الوزير الجديد لوزارة البيئة والمياه والصيد صديق حجار هو الآخر شكر فخامة رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصيته لتوليه قيادة الوزارة للمرة الثانية، مناشدا كافة العاملين داخل الوزارة العمل سويا من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم بحضور الأمين العام للحكومة آسيا أبو. بحضور الأمين العام للحكومة سيدة آسيا أبو، سلم كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السابق ووزير التعليم العالي السابق مفاتيح الوزارتين إلى الوزيرين الجديدين للوزارتين بحضور موظفي الوزارتين. تقرير آدم محمد شرفتي. ترينا يامباي وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي السابق بعد مضي 11 شهرا على رأس الوزارة سلم مفاتيح الوزارة لخلفه إيسا دوبرانج، وذلك بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا أبو، حيث قدم الوزير السابق نجيتو ترينا يامباي كلمة أشار فيها إلى جملة الإنجازات التي قدمها خلال توليه هذه الوزارة، أبرزها انعقاد الطاولة المستديرة في باريس العاصمة الفرنسية. الوزير الجديد إيسا دوبرانج فقد شكر الحكومة ورئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو على الثقة التي أولوها إياه على رأس هذه الوزارة، طالبا من العاملين التعاون معا لإنجاح هذه المهمة الوزارية. عقب ذلك تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا أبو. وفي سياق متصل جرى حفل تسليم وتسلم لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار من الوزير السابق البروفيسور مكاي حسن تايسو والوزير الجديد بيون أدريان مالو. وفي هذا الصدد قدم الوزير السابق البروفيسور مكاي حسن تايسو كلمة لفت فيها عن الاتفاقيات التي أبرمت بين الوزارة والدول الصديقة لصالح الطلاب الدارسين في التعليم العالي، وذلك لتسهيل العملية التعليمية للطلاب. بيون أدريان مالو الوزير الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار أكد بأنه سيبذل ما بوسعه لتنفيذ برنامج التعليمي وفق سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو المرسومة. وشهدت المناسبة بتوقيع على محضر التسليم والتسلم حسب العرف المتبع. كما استلم وزير استصلاح الأراضي الجديد مهام الوزارة من الوزير السابق بحضور الأمين العام للحكومة سعيد أحمد حسن. الحياة الإدارية هكذا في شكل دوري مستمر، يأتي وزير ويغادر آخر وتبقى المناصب كما هي، تماما كما حدث بوزارة استصلاح الأراضي وتنمية السكن والحضر بين الوزير السابق بولين بينا دوم الذي شكر رئيس الجمهورية على إعطائه فرصة تقديم خدمة ولو بسيطة لبلاده، كما شكر طاقمه الإداري الذي رافقه طيلة هذه المدة، مضيفا أن العمل الناجح في مصلحة الجميع بغض النظر عن الأشخاص، متمنيا حظا موفقا للإدارة الجديدة. والوزير الجديد سينيابي برناباس الذي بدأ كلمته بشكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي منحه الثقة بتعيينه في هذا المنصب، آملا ألا يخيب ظنه وظن العاملين بالوزارة، طالبا من موظفي الوزارة تقديم النصح والدعم له لتحقيق الغاية المرجوة. وانتهت الجلسة بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم من قبل الوزيرين والأمينة العامة للدولة. هذا الخبر الذي وصلنا للتو، حيث اعتمد قبل قليل نواب الجمعية الوطنية مشروع قانون المالي لعام 2018. وبهذه المناسبة
فقد تحدث وزير المالية دكتور عبد الله صبر فضل لزميل محمود حسن سمبو حول أهمية اعتماد هذا المشروع. والله شهوري مش ما تعرفوا في السنة وقت ينتخبوا فوق الواد في ناس شو وقت مهم لحياة الدولة، الحياة الاقتصادية وحياة السياسية. دوك اليوم مش ما شعرتوا الاسامبلي ادوبتي الواد فينانس، لكن شغل يعني هم لي من الادوبشن كله ده يعني دي بار بيجي كيف شفتوا ما فوق مجابده الفوت كله صوت واحد كله ضد المشروع ما في. دونك يعني كوزير هنا فينانس هنا الماليه يسهل لك الامور ناس يعني الديبوتي وأظن برا الشعب فهمين يعني الوضي الحاصل شنو وإفور الواجب أي نادم يسين لمصدى عن الدولة لنمرق من صعوبة الحصة قاعدين فوق ده. وده يعني لوزير هنا المالية ما عنده ثمن، وبعد ده المسؤولية الآخرة في رأس الحكومة وخاصة في رأس وزارة هنا المالية. دونك نطلب من كل البيرسونيل كل اجان كادر هنا من السنه في ناس يربطوا سلوبهم مع السنه الجديده ل الواد في ناس 2018 نيكزيكوتي بدرب كويس نسو ريسيت كويس نجيري كويس ويعني نقو مثل لادارات الاخرى. كوميسيون دانكيت هنا اسامبلي قاعد يخدم قريب يكمل رابور حقه، وده يعني انيشيتيف بلين كويس يسمع للحكومه تلقى نظر اخر في فونكسيونمون هنا سيستم ادكاتيف حقنا. دونك الكوميسيون لاحظت في ريجون وادين في سوبرفيكتور وادين في ديبارتمان وادين انسيان دول جاي يرسلهم هناك بميات وهم ما جاي يمشوا. دونك مشوا في التيران اللي جيهم معهم. ده كله سوجي يخص الفينانس، وان شاء الله في 2018 نشولوا انيشيتيف لنريغلي مشاكل هنا الاجان هنا ايتا يافكتو موان يشوفي بقانو. تعتبر العلاقات التشاديه التركيه هي علاقات ازليه، وقد توجت هذه العلاقه بزياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العاصمه انجمان الوقائي فخامه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو، حيث تم اخذ هذه الزياره توقيع عده توقيعات حول عدة مشاريع تنفذها تركيا في تشاد. حول هذا عدت الزميلة عائشة خليل بلال التقرير التالي. زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجسد العلاقات القديمة بين الممالك الشادية والدول العثمانية الكبرى. فالرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نظرا بأن هذه العلاقات العميقة والتي تمتد عبر القوافل التجارية من الصحراء الكبرى وغيرها عرفت الدولة العثمانية آنذاك، بأن جمهورية تشاد دولة كبرى هي الأخرى وتلعب دورا مهما وتعتبر همزة الوصل بين الحضارات العربية الواقعة شمال الصحراء والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان على رأس الوفد الرفيع المستوى تعتبر دفعة جديدة وقوية وتفتح نوافذ تجارية واقتصادية وتفتح عدة صفحات جديدة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. وللتذكير إن الجمهورية التركية وتشاد وقعتا في العام 1989 على اتفاقية التعاون التقني، وبعد عام مباشرة وقع الجانبان على اتفاقية أخرى في مجالات التعاون بمختلف فروعه، وفي نفس الإطار تم إبرام اتفاقيات أخرى في عدة مجالات لا سيما الصحة والتربية والنقل الجوي، حيث تقدم شركة الطيران التركية رحلات منتظمة إلى أنجمينا. وبمعنى آخر فإن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي في المقام الأول زيارة تعيد الماضي إلى الحاضر، ولكن بوجه جديد من خلال التعاون الاقتصادي وتقوية الشراكة جنوب شرق، وتهدف إلى ربط أواصر التاريخ والدبلوماسية القائمة بين تشاد وتركيا. ولعبت الجمهورية التركية دورا مهما خلال أعمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد لتمويل الخطة الوطنية عام 2017-2021، والتي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس أوائل شهر سبتمبر الماضي،
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الرئيس الطيب رجب أردوغان يعطي لجمهورية كات مكانة مرموقة، وهذا ما أكده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده هو ونظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث قال إن جمهورية كات تعتبر دولة مهمة ونحن في تركيا ندرك ذلك لأن جمهورية كات تقف معنا دائما، وهذا الفضل يرجع إلى أخي رئيس جمهورية كات إدريس ديبي إتنو. وأكد الرئيس الطيب رجب أردوغان بأن جمهورية كات وحدها تصدر من تركيا ما يفوق 40 مليون دولار سنويا أو أكثر، وهذا ما يجعلني أرافق في زيارتي هذه أكثر من 150 رجل أعمال وأصحاب الشركات، لأننا بالفعل عزمنا ومشيئة الله بأن زيارتي هذه تعطي كات منفعة كبرى. ليس هذا فقط، فإن جمهورية كات منحتنا قطعة أرض تبلغ مساحتها 230 ألف متر مربع من أجل بناء المركز الثقافي التركي، وهذه البادرة عظيمة ومشرفة تؤكد مكانة تركيا لدى كات. وقال الرئيس التركي أيضا: نحن نجدد وقوفنا ونعمل بكل ما عندنا حتى تصبح كات من الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وتتعاون وزارة التعليم التركية والصحة التركية جنب إلى جنب مع نظيرتيها في كاد، وسنزيد من عدد المنح الدراسية في مختلف الجامعات التركية للطلاب الكادين والأطباء، لأننا أيضا نستفيد من كاد في مختلف المجالات، لأن جمهورية كاد هي أيضا دولة غنية وتملك موارد طبيعية ضخمة، الأمر الذي جعلني أرافق معي كل من مسؤولي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وإن شاء الله نتطلع إلى قادم مشرق ومستقبل أفضل. نواصل معكم قراءة الأخبار من الفضائية الشادية من أنجمنا. وزير الوظيفة العامة والعمل الجديد الله طاهر استلم صباح اليوم بمقر الوزارة مهام الوزارة من الوزير السابق محمد الضيف وسط حضور كبير من عمال الوزارة. تقرير حليمة السعدية يعقوب. جاء هفل تسليم وتسلم بين الوزير السابق للوزيفة العامة والأمل والهوار الاجتماعي محمد الضيف وقلفه الوزير الجديد للوزيفة العامة محمد اللو تاهر. وفي هذا الصدد تحدث الوزير السابق محمد الضيف عن الإجراءات الإدارية وضرورة استكمالها ومتابعة الملفات المتعلقة بالتوظيف، وناشد العمال على التعاون مع الوزير الجديد بنفس النشاط والهمة. وبعد ذلك قدم الوزير الجديد محمد اللو طاهر بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي عاد فيه الثقة وعينه وزيرا لشغل هذا المنصب، وطلب من العاملين الالتزام بساعات العمل والدوام والقيام بتسهيل الإجراءات الإدارية والعناية بملفات الموظفين. وفي نهاية المناسبة تم توقيع على محضر التسليم وتسلم بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية آسيا أبو. كما استلم الوزير الجديد للأمن العام وإدارة الأراضي الجديد أحمد داي عبد الكريم بخيد مهام عمله من الوزيرين السابقين أحمد محمد باشر وبشر علي سليمان. تقرير آدم حسن المكاوي. بعد 28 شهراً على رأس السلطة بوزارة الأمن العام والهجرة و16 شهراً في إدارة الأراضي والحكم المحلي، الوزيرين السابقين أحمد محمد باشر وبشر علي سليمان يسلم حقيبتيهما الإدارية إلى الوزير الجديد أحمد عبد الكريم بخيت الذي سيشرف على مهام الاثنين في حقيبة وزارية واحدة وهي وزارة الأمن العام وإدارة الأراضي والحكم المحلي. الوزيرين السابقين خلال حفل التسليم والتسلم شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على ثقته بهما طوال الفترة الماضية، طالبين من الموظفين العاملين بكلا الوزارتين دعم الوزير الجديد في مسيرته. الوزير الجديد أحمد عبد الكريم بخيت هو الآخر طلب من موظفي كلا الوزارتين السابقتين بذل المزيد من الجهد لمساعدته في تأدية مهامه. وانتهى الحفل بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزيرين المغادرين والوزير الجديد بحضور الأمين العام للحكومة آسيا أبو.